وندعو جميع المؤسسات الحكومية للمسارعة إلى تعزيز أدائها وتيسير خدماتها بواسطة التقنية الرقمية، متطلعين إلى الارتقاء بالسلطنة إلى آفاق المعارف الحديثة المتجددة. عبد الله تقني قضى أسابيعه الماضية في تصميم موقع إلكتروني سماه الصياد ليخدم به مجتمعه ويساعد أبناء قريته الساحلية للحصول على صيد وفير من خيرات الله تعالى في بحر عمان. أسعار الأسماك المختلفة، شراؤها وبيعها، حركات المد والجزر وأحوال الطقس وغيرها من المعلومات المهمة لمرتادي البحر ضمها عبد الله في موقعه الإلكتروني الطموح. ناصر عم عبد الله عاد من العاصمة إلى القرية ليجد ابن أخيه يعمل على فكرة رائعة. يجد ناصر ابن أخيه عبد الله يعمل على مشروع طموح وفكرة رائعة. إنه حقاً عالم مختلف، فالتقنية أصبحت هي المحرك الأساسي لعجلة التنمية، وهي التي ساهمت في تقريب البعيد وكذلك في تسهيل الحصول على الخدمات. عبد الله له شعبية كبيرة في قريته التي ينتمي إليها، وجميعهم متشوقون لمعرفة نتائج مشروعه الجديد، بمن فيهم صديق طفولته صالح. عمه ناصر طالما شجعه على تنفيذ فكرته هذه، وسكان القرية يستبشرون خيرا بهذا المشروع الذي سيسهل عليهم كثيرا في عملية الصيد. فكرة كهذه لابد أن تسعد الجميع، فهي تجعل العمل الذي يقوم به الصيادون سهلا وأكثر ربحا. ولهذا فإن استخدام الخدمات الإلكترونية تفتح للمستخدم آفاقاً جديدة. سمع ناصر عن جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، وشجع عبد الله على المشاركة فيها، وكذلك شجعه صديقه صالح. عبد الله اتخذ قراره بالمشاركة بمشروعه الطموح في الجائزة. الجميعها جزء من عمان الرقمية، وهذا ما يدفعها للإجادة في تقديم خدماتها الإلكترونية وتعاون المجتمع بمختلف فئاته. كل مساهمة في تحقيق هذه الرؤية الطموحة يمثل أهمية بالغة، والفائز بالجائزة هو مشروع الصياد. جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية.